تلقت السياحة في مدينة النصر ضربة موجعة في ظل جائحة الكورونا، ويعيش العاملون في قطاع السياحة حالة ترقب وقلق بعدما أغلقت الفنادق والمطاعم أبوابها، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى مرتبطة بالقطاع وجدت نفسها مجبرة على توقيف أنشطتها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر من مدينة النصر طارق شحادي، مدير جمعية النصر للثقافة والسياحة. مساء الخير. مساء الخير ورمضان كريم. إذن بدون شك يعني الناصرة وبالذات السياحة تلقت ضربة قاسية في ظل أزمة الكورونا. نعم، الوضع ليس مبشر بخير. طبعا الكورونا وضع عام على كل العالم، وبنقول إنه وجود الناصرة هي جزء لا يتجزأ من العالم، هي أكيد، ولكن قطاع السياحة بشكل خاص هو أول من تضرر في كل قضية اقتصادية من كل ما يتعلق في السياحة الوافدة من خارج البلاد والسياحة الداخلية. المنع وحظر وجود الناس مع بعض، إن كان في مطاعم، مقاهي، أماكن للزيارة، وطبعا بنعرف الناصر تعتمد إحدى المراكز المركزية لزيارة السواح من كل العالم إلها، هي كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس، كنيسة البشارة اللاتين، المواقع المقدسة، وهي كلها أماكن عبادة مغلقة، إضافة للأماكن التاريخية، الأماكن الثقافية، كل هذه الأمور تم إغلاقها. هنا إحنا بنقول إنه الإغلاق هو أجى بطلب أو بقرار من الدولة، من الحكومة، ومسؤولية الحكومة أن تأخذ على عاتقها التعويض وكيفية إعادة الحياة إلى هذه المصالح الاقتصادية الهامة والتي تعود بالفائدة ليس فقط على من يعمل بها. يعني نحن نعرف أن كل غرفة في الناصر يتم إنشاءها ويتم تشغيلها، إحنا بنحكي على 2 لـ3 أشخاص ممكن يكونوا شغالين في المباشر وفي ما حول موضوع واقتصاد السياحة. إحنا بنحكي على دكاكين، إحنا بنحكي على أماكن ترفيه، إحنا بنحكي على مصالح كبيرة مثل تموين، خضرة، يعني القضية السياحية مركبة جدا ولها علاقة مباشرة في مصالح عديدة أخرى ليس فقط السياحة المباشرة. هذا الأمر بدل على فشل كبير لليوم في التعامل مع هذا القطاع. نعم. سيتقام إحنا كجمعية باتصال مع كل المؤسسات وكل التنظيمات القطرية. أستاذ طارق، يعني طبعا تحدثت عن قضية التعويضات، هل الحكومة فعليا بدأت بتعويض المصالح في الناصرة؟ يا أخي المخجل والمزعج في عدم توفير المساواة حتى في قضية الكورونا للجماهير العربية، حتى في هذا الموضوع، في موضوع السياحة، نحن نرى أنه إيلات تضررت، تقوم الدولة في تخصيص ميزانية خاصة لإيلات. البلد الثاني من ناحية بطالة ما بعد إيلات هي الناصري، وبنشوف أنه الناصري غيبت وتم إعطاء المميزات هذه لمدينة القدس العبرية ولمدينة طبرية. فبنشوف حتى في قضية التعامل هون هو تعامل مشحف في حقنا كجماهير وكأقلية في هذه البلاد، إضافة أنه حتى الموضوع اللي له علاقة في التعويضات أو له علاقة في المنح أو له علاقة في القروض اللي تم الإعلان عنها، نحن نرى أن هنالك إشكالية. يعني توجهنا للناس وقلنا لهم سيكون هنالك قروض بكفالة دولي، بعد مدة شهر وإشي نكتشف أن القروض لم يتم علاجها لمن قدم، ومن قدم يأتون إليه ب1500 مشكلة لعدم إعطاء القرض، البنوك لا تتعاطى مع أمور القروض بكفالة الدولي كما يجب. فنحن كأقلية وكموضوع سياحة وكعرب عمليا الضرر هو 3 مرات أكبر من أي المجتمع اليهودي. ولكن طبعا إحدى هذه المشاكل الفنادق تبقى مغلقة في هذا السياق، يعني ضعني وضع المشاهد مشهد الناصر اليوم في ظل هذه الوضع. الناصر إن شاء الله بتمر بخير، ولكن نحن نعرف أن المقاهي مغلقة، المطاعم مغلقة، الكنائس مغلقة، أماكن الزيارة ذات الطابع التاريخي والديني والثقافي مغلقة، والإغلاق هو بأمر من حكومة إسرائيل. إحنا يعني أغلبية أهلنا ومجتمعنا أثبت أنه يلتزم،
بقرارات بالفعل وزارة يعني الصحة كان ملتزم يعني قرار الحكومة هو يعني التصدي وعدم تفشي يعني الكورونا في الناصرة والمجتمع العربي. يعني السؤال بالفعل يعني ماذا سنرى الناصرة بعد الكورونا؟ نحن نأمل أن أولا تقوم الحكومة بدورها أخذ المسؤولية، وخاصة في قطاع السياحة وقطاعات أخرى اقتصادية في مجتمعنا بتعويض. يعني احنا بنشوف انه اليوم في العالم كلياته في قضية السياحة يتم الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة، احدى مطالبنا. ستكون هنالك مظاهرة يوم الخميس في القدس بهدف كل قطاع السياحة سيتجند للوقوف امام مبنى الكنيسة للمطالبة من الحكومة باخذ دورها وانقاذ موضوع السياحة. نحن نرى انه هنالك عديد من المصالح من الممكن ان لا تعود ان تفتح ابوابها، هذا امر مقلق جدا. نحن نعرف أن الطيران مغلق، يعني 70% من السياحة الوافدة إلى الناصرة هي سياحة من خارج البلاد. يعني أستاذ طارق، إذا الطيران مغلق لن يكون هنالك سواح. نعم أستاذ طارق، في ظل يعني الوضع مقلق غياب جداً. السياحة العالمية، هل يعني ممكن ستنشط بلدية الناصرة وجمعية الناصرة للثقافة والسياحة وأطراف أخرى في تنشيط السياحة المحلية الداخلية؟ سؤال البلدية تقدر توجهه للبلدية، للأسف الشديد لم يعطوا أي أمر يستحق حتى الكلام عنه في قضية توفير أو توفير أو محاولة المساعدة في القضايا الاقتصادية الحارقة، ليس فقط في موضوع السياحة، في كل المواضيع. ولكن نحن نستمر في النضال بالفعل. يعني ذكرت البلدية، هل البلدية تستطيع أن تساهم أن تساعد في هذا الأثناء؟ هي تستطيع أن تطالب الحكومة على الأقل بعلاقاتها الطيبة معها في التعويضات، تستطيع أن تطالب في ميزانية خاصة لمجال السياحة كما فعل رئيس بلدية طبرية وفعل في رئيس بلدية إيلات، وتم إعطائهم المميزات الخاصة وميزانية خاصة. يعني نحن نعرف حسب اللجنة القطرية وحسب لجنة المتابعة والغرفة الطوارئ أنه نعم يعني أنت يعني تطالب الرئيس تتم تمييزها عن كل مجتمعنا العربي. نعم. بإعطائها ميزانية العرب كلهم يقدروا يأخذوها. نعم. للأسف الشديد هذا جزء من المطالب اللي احنا بنكون لازم انه الكل يتوحد في المطالبة فيها، انقاذ مجتمعنا العربي اولا في كل قضيته الاقتصادية. اقمنا في اليومين الاخرينيات كمان طاقم او سميه حراك. نعم. مجتمعي عربا ويهودا، ستكون هنالك مظاهرة يوم السبت في الناصرة الساعة 12 ظهرا لمطالبة الحكومة باخذ دورها في تعويض، و قضية الاقتصاد هي مسؤوليتها. الاقتصاد مرتبط ارتباط تام في قضية المجتمع، العنف وكل ما يتعلق في هذا، ونحن نطالب الحكومة بأخذ دورها عربا ويهودا إلى منطقة الشمال، منطقة الجليل، وكيفية إيجاد حلول. هنالك حلول كثيرة. نحن نعرف أنه في حرب لبنان الثانية تم فتح صندوق خاص من ضريبة الأملاك لتعويض المصالح، فيستطيعون فعل هذا الآن. قضية. نعم. الضريبات القيمة المضافة، يستعيدون قضية السياحة إلغائها في كما يجري في كل العالم. نعم. وهذا الأمر سيزيد من عمليا النوعية الاقتصادية، وقضية تشجيع واستثمار أكبر في تسويق السياحة الداخلية حاليا، وفتح المجال للتسويق في الخارج. هذا الأمر بحاجة على أقل 6 أشهر إلى سنة حتى نستطيع أن نرى ما كان قبيل الكورونا. طبعا يعني عدد كبير من العمال في السياحة، السؤال كم عدد يعني يبلغ عدد العمال في مرافق السياحية في مدينة الناصرة؟ وأنت طبعا تعرف يعني الغالبية خرجوا إلى إجازة غير مدفوعة، ما مصيرهم في هذا الوقت؟ أولا أغلبية قطاع السياحة 100% منه موجود في الناصرة في إذن بدون راتب أو إجازة مدفوعة الأجر من قبل التأمين الوطني تم تقديمها. أقمنا الطاقم اللي قام في متابعة الأمور مع الكل، وهذا الأمر ننتظر عمليا القرارات من وزارة الصحة والحكومة بفتح الفنادق والمرافق الاقتصادية السياحية حتى نستطيع العمل. ولكن من الآن نطالب في غير التعويض وغير قضية ضريبة القيمة المضافة وقضية صندوق الأملاك والتعويضات وفحص ما كان المدخول في العام الفائت لكل المصالح هذه وتعويضها في نفس الحجم، نحن نطالب أيضا في قضية كل ما كان في إذن أو إجازة بدون راتب إعادته إلى العمل، ولكن بحاجة بهذا الأمر إلى مساعدة الحكومة في تعويض العمال أيضا، بأن يقوم الحكومة بإقرار قرار كما فعلت في السابق
بتعويض جزء من معاش العامل أو الموظف لمساعدة صاحب المصلحة بالوقوف مجددا وفتح مصلحته. إذن الأستاذ طارق إشحادي مدير جمعية النصرة للثقافة والسياحة حدثنا من مدينة النصرة، شكرا لك على هذا اللقاء، ونتمنى أن تعود السياحة طبعا إلى طبيعتها في مدينة السياحة البشارة. شكرا لك. اسمح لي أتوجه أولا لجمهورنا العربي لمجتمعنا كله، في هذه الفترة نحن بحاجة أن نقف وقفة رجل واحد بمساعدة الآخرين، كما تم ورأينا الكثير من المساعدات والمؤسسات مشكورين جميعا في مساعدة الفقراء ومساعدة الضعفاء. اليوم نحن بحاجة إلى وضع خطة مع بعض، إضافة إلى التضافر والمساعدة الجماهيرية. نفع بلدك، حاول تشتري من مصالحك المحلية كأقلية في هذه البلاد من مدنك وقرانا حتى نستعيد عافيتنا من مجددا. إذن شكرا لك مرة أخرى الأستاذ طارق شحادي مدير جمعية النصرة للثقافة والسياحة، شكرا لك، حدثنا من مدينة النصرة.